اليوم لا شك أن هيئة كهرباء مياه دبي مشاركة في جايتكس بأكثر من 27 مشروع، 60% مشاريع جديدة. هذه 27 مشروع اليوم تتنوع بين مشاريع للمتعاملين ومشاريع للموظفين. اليوم المشاريع للمتعاملين استخدمنا أول جوبي اللي هو أول جهاز يتكلم عن طريق خلف الشاشة يتكلم مع المتعاملين، أول إطلاق له في العالم في هيئة كهرباء مياه دبي عن طريق ديجيتال إكس اللي هي الذراع الرقمي من ديجيتال ديوا اللي هي 10 إكس اللي أعلن عنها الشيخ محمد. عندنا اليوم ديوا الرقمية هي ذراع رقمي أعلن عنها الشيخ محمد في برنامج 10 إكس، إن تكون دبي متقدمة 10 سنوات عن كل الدوائر اللي موجودة في العالم، واليوم نحن لنا الفخر في هذا الشيء. فاليوم أطلقنا الجوبي اللي هو الكول سنتر، وكذلك الحياة الذكية. الحياة الذكية اليوم عبارة عن تطبيق موجود عندكم، الأشخاص خلال البانديميك أو خلال الجائحة كانوا موجودين في بيوتهم وكانوا يشوفون الفاتورة بشكل شهري. اليوم وفرنا لهم خدمة بشكل يومي، يقدر يشوف الفاتورة بشكل يومي عشان يعرف الفرق. اللي يوم كان برا البيت كان ما يشوف الفرق إنه في الكهرباء استهلاكه، اليوم لا، بدل ما يشتكي يروح عند التطبيق أو الويب سايت ويشوف إنه هو فعلا استهلاكه كان عالي بسبب تواجده في البيت واستخدام بعض الهوايات مثل السباحة وغيره، فالاستهلاك يرتفع عنده طبيعي، يرتفع عند الاستهلاك. فهذه سميناها الحياة الذكية. كذلك في بعض الأشخاص انحبسوا برا البلاد بسبب الجائحة، ففعلنا خدمة يسمونها خارج المنزل أو away mode بالإنجليزي. خارج المنزل تتيح لك فرصة أنك أنت تراقب الاستهلاك عندك، إذا كان في استهلاك غريب في البيت أو في ليكج تقدر تخبر الناس اللي عندك أن يجون يشوفون شو المشكلة، أو تتكلم شركة صيانتي تصين عندك إذا كان في عندك أي تسرب. اليوم الحمد لله وفرنا على المتعاملين 2 مليون قلم، هذا يجي بعد الميتر. الميتر يحسب كل الاستهلاك اللي عندك سواء تسرب او غير تسرب، لكن ديوا ما رضت على ان المستهلك يتحمل تكلفه هو مش جزء منها. فنحن اليوم نخبر المستهلك ان اليوم عندك استهلاك كبير ارجو الانتباه عليه، فيضطر ان يجيب الشركه ويتعامل مع التسريب هذا. اليوم ننتقل الى كذلك الموظفين. الموظفين خلال جائحه كورونا قللنا عدد الموظفين، كلهم يشتغلون من البيت بفضل الله، ثم توجيهات الشيخ محمد، ثم القيادة الحكيمة معالي سيد الطير، خلينا 13,000 موظف يشتغلون من البيت خلال ساعتين. يعني الأمر قلنا الموظفين يروحوا يشتغلوا من البيت، اشتغلوا كلهم ب 100% كباسيتي بدون أي تأثير بفضل الله. ليش؟ عندنا المكتب الذكي. كذلك إذا اضطررنا أن نجيب عدد الموظفين نجيب أقل، لكن في المخازن الموظف إذا كان لوحده لازم يكون شيء يساعده، فاستخدمنا ما يسمى سكيلتون أو الهيكل الروبوتي، لأن الموظف ما حد وياه فيكون هو لوحده. فالهيكل الروبوتي هو يركب على جسمه نفسه، وإن شاء الله بنشوف جولة فيه، يقدر يشيل وزن مدة أكثر حتى يوصل لساعتين بدون ما يتعب. فاليوم هذا أول إطلاق له في دائرة حكومية في الشرق الأوسط عندنا. حاب اليوم أشارككم بأهم مشاريع الرائدة والهادفة في هيئة الكهرباء ومياه دبي اللي تحرص على التحول الرقمي على حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. من اسم المشروع روبوت رباعي الأرجل سبوت. هذا المشروع تجريبي تم استخدامه في هيئة كهرباء مياه دبي، وتعتبر أول دائرة خدماتية تستخدم هذا النوع من الريبورتات الذي يستخدم في المراقبة وكشف التسريب في الأنابيب المياه وتوصيل الكابلات للجهد العالي. أيضا يساعد على أصحاب الهمم في إنتاجياتهم في أثناء العمل، ومساعدة الموظفين في الحصول على أفضل توصيلات وإنهاء العمليات الداخلية بجهد أقل ووقت أقل. طبعاً الروبوت رباعي الأرجل سبوت يستخدم في جميع المراكز الخدمات خدمة المتعاملين والخدمات مراكز المستقبلية للمتعاملين، وذلك بهدف رفع مستوى السعادة للمتعاملين والموظفين. مركز الخدمة الشامل، يعتبر هذا المركز من المراكز اللي تبنتها هيئة كهرباء ومياه دبي وأطلقتها في معرض جايتكس اللي أول برا. هذا المركز يضم جميع الخدمات الذكية التي يتم توفيرها للمتعاملين لهيئة كهرباء ومياه دبي،
وهي منصة موحدة لجميع هذه الخدمات. يستطيعون المتعاملين من التواصل مع الإدارات المعنية عن بعد، تفاديا وحرصا على المتعاملين والموظفين من بعد جائحة كوفيد-19. طبعا المتعاملين يستطيعون التواصل مع الموظفين عن طريق جميع السوشيال ميديا كوميونيكيشن المتوفرة في العالم. الخدمات المتوفرة في مركز الخدمة الشاملة خدمات موثوقة وآمنة وشاملة، تعتمد اعتمادا كليا على احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. الهدف من هذه الخدمة توفير السلامة والحرص وإسعاد المتعاملين بناء وحرصا على التحول الرقمي الذي شجعنا عليه الشيخ محمد بن راشد أرمتو.